القصة ما أنا مستاهلة نعمل بطاقة بحث عن العام فكري. كيف يعني مو مستاهلة؟ يعني أبوكي وبتعرفي فصوله الناقصة بيكون نايم له عن تشير فيه وبس يصحى بيرجع مثل العادة. جميل، بابا أصلا ما عنده رفقات، ما حدا بيرافقه بالأصل. هالمرة أنا متأكدة أنه صاير معه شي. لميس أنا مقدر خوفك، يعني هي مو أول مرة بيساوي هيك. متأكد بالآخر رح يرجع لحاله، بيكون نايم جنب شي صراف أو شي حاوية. نسيتي لما لقيناه بالمقبرة بعد ما ضيعتوه يومين؟ يعني ما في شي بيخوف. اهدي، هي البطاقة واليوم موعد صرف راتبه وما راح يسحب الراتب. راح خبر المدير معناتها. ايه خبر خبر. خد من ايدي واعطيني تليفونك شوي. بالله تحرك تحرك، روح على شغلك. الو، نعم، مين اللي عم يرد علي؟ وينك ولاي؟ رو اخي مرتضى، انا احمد. ايه والنعم سيد احمد، بس تليفوني شو عم يساوي معك؟ مو عم ندور على ابيته، لاي عطتنا اياه مشان نضل على تواصل. ما بدي اغلط على ابوك، جيب التليفون وتعال لعندي، في مليون شغله براسي ولازمني التليفون. ماشي، ما اكلنا للتليفون، هلا برجع لك اياه. اوف، شو بها؟ بده تليفونه. امشي خلينا نعطيه تليفونه التحفه. اللي بيشوفهم هيك ملهوفين عليه بيفكروا شغله. شرف، هي تليفونك يلي صرعتنا فيه، ما حكينا فيه اساسا. معقول يا مرتضى مو همك غير تليفونك وانت شايف شو صاير فينا؟ والله مو حلوه منك ابدا. شبكن ليش هيك انبحتوا؟ بعدين لو عمي فكري بخطر لا سمح الله انا ما بسال عن التليفون. يعني ابوكن وبتعرفوه، ليش كل هالقلق؟ بالله انا ايه ما بس بفهم. اليوم 25 الشهر فعلا راتبه اليوم. بحياته ما عمله وتاخر ساعه واحده عن القبض. يا شباب، قال ملاقيين جثه باخر الحاره عند الانشاءات. الشرطة هنيك والدنيا قايمة قاعدة. روح أخي روح. استنى يا شباب. ليلاس، خدي اتصلي بأخوك واسألي شو صار معه. تعبناك كتير اليوم معنا وأكيد أنت مشغول كتير. أخي أحمد، ضل معكن إذا بدك. ما في داعي، ما ضل شي حتى نعمله. طيب معناها رح ضل معكن. شو؟ شو صار؟ شو قالوا لي؟ شو في ليلاس؟ بابا بابا. شو بابا؟ شو صار؟ عرفني، حكيت على التليفون مع مرتضى وما شفتها من بعدها غير عم تبكي. ليلاس شو اللي صار؟ احكي. عمي مرتضى قال بحارة الإنشاءات ملاقيين جثة واحد مقتول. مو شرط يكون هو يعني. ليش انت شو عرفك أصلاً؟ شو عرفني؟ والله متأكد إنه مو هو. خلينا بس نتأكد إذا كان أبونا ولا لا. ممنوع يا شباب. يا أخي بس بدنا نعرف إذا كان أبونا أو واحد تاني. إيه خلاص خليهم يشوفوا. خلينا نشوفوا. لحظة ممنوع. شفتوا انت شو؟ لا 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 قرب قرب قرب. اكيد ابوكي. هذه حبيبتي. معقول يكون بابا اللي ميت؟ ليكو بيا يلا تكني يا احمد، بدي اشوف ابي. معقول يكون بابا؟ ليك تقولوا عنك هذا مانو ابي. مانو ابي. الحمد لله يا رب. والله بعرف وين ابوكي. والله كان رح يوقف قلبي. بس يا ترى مين هذا؟ ما حدا منكم يطلع، لحدا يطلع. يلا بسرعه روحوا على البيت. الحمد لله. طمنا وشكرا. الله يمرق على خير. الحمد لله يا ابونا للمسكين. الله يرحمه على هالموت الصعب. الله يرحمه. بدر استنى عن جد موت صعب. يلا امشي امشي بلا ما يعملوا لنا شيء. يلا امشي امشي يلا. الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. عيد شو قلت من شوي؟ عن جد شوفي انت بتعرف وين بابا؟ ما عاد لي خلق روح على ابني بعد هالشوف. تعال روح معي على القهوه نقعد. صراحة إلي مرة أشرب شيء. أنا أخذته لأبوكي. كيف يعني أخذته؟ أنت لوين أخذته؟ يلا يلا. هو باليونان. أبي ما عنده باسبور بلا هالجنان. ما هو ما احتاجه للباسبور، أنا حطيته بصندوق السيارة. في عنا سيارة كبيرة فيها صندوق وفيها. عن جد أنت حطيته لبابا بالصندوق؟ إيه عن جد، وبصراحة ما لبكني ابنه لأنه كان وقتها سكران وما حس بشي وحطيته بصندوق السيارة. عن جد حطيته لبابا بالصندوق؟ يعني أنا قلت لحالي بجوز إذا بعد عنكم بكون. أوه شبك شو جنيتي؟ أنا عملت هذا الشيء بس مشان أمنعه يأذيكم. ما شفتي شلون ضرب أخوك مبارح؟ مين أنت لحتى تحمينا منه أصلا؟ هو بيكون أبي بس أنت مين؟
مع بدر، بدك ترجعه لبابا وفورا. طيب طيب. وانا بدي روح جيبه معك. معك باسبور للسافري؟ لا. لكان شلون بدك تروحي؟ تاخذني لالي مثل ما اخذته لبابا. امشي يلا خلصني.